السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ما موقف محرز من مواجهة كريستال بالاس اللي غادي يلعبوا على 6:30 تاع العشية. يعني غادي يلعبوا 6:30 تاع العشية ان شاء الله بربي، وان شاء الله يكون محرز يعني في القائمة ويدير اسيست ويتريبلي ويماركي ويدير مباراة في القمة إن شاء الله بربي. هذه يا خويا وين يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نادي كريستال بالاس على الملعب يعني الباراك يعني وبعاصمة لندن ضمن منافسة المرحلة 27 من الدور الإنجليزي الممتاز البريمير ليج، حيث سيستهدف رفاقه الدولي الجزائري رياض محرز تسجيل نتيجة إيجابية تبقيه على مقاربة من المتصدر أرسنال ب 63 نقطة، والذي يبتعد حاليا عن المان سيتي بفرق 5 نقاط فقط. لولا الانهزام الأخير تاعهم كانوا غادي كراهم معاهم على بالك. تبعتهم يامات، بغاتهم الشامبيون يامات وما عرفولاش. مانشستر سيتي ما عرفتش كيفاش يعني تلصق في البريمير بلاس. وين شاهدنا يعني وين وجاءت مباراة كريستال بالاس حسب وسائل الإعلام الإنجليزي في وقت حساس من الموسم بالنسبة لمانشستر سيتي، والذي سيكون معنيا يوم الثلاثاء المقبل باستقبال نادي ألمانيا على الملعب الاتحاد في إياب دور 16 من مسابقة الدوري أبطال أوروبا بعد أن اكتفى بالتعادل ذهاب بنتيجة هدف لهدف. هي يمكن شوف هي في هذا كيما هكا يمكن محرز غدوة إن شاء الله ما يكونش، يمكن ما يلعبش، كاش اللي يعرف اليوم يمكن محرز ما يلعبش، غادي يلعبوا على 6:30 تاع العشية، يمكن ما يلعبش، يخليه الفارتية تاع البريمير تاع الشامبيونز ليغ. يدخل هذيك 20 مينيت التاليه ولا كونت كريستال بالاس. هذه هي. وتوقعت العديد من وسائل الاعلام الانجليزيه ان يجري المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا بعض التغييرات في مواجهه كريستال بالاس قبل لقاء يعني النادي الالماني، مشدد على ان النجم الجزائري محرز سيبدا المواجهه مره اخرى على دكه البدلاء بعد أن خرج من حسابات المدير الإسباني في البريمير ليج في الفترة الأخيرة فضلا عن رغبة المدرب بايرن ميونخ السابق وهو غوارديولا في توظيفه أساسي كما جرت عليه العادة في الدوري أبطال أوروبا. حنا كي نقولوا كيما هو عنده سيستم غوارديولا، عنده سيستم تاعو، عنده كيفاش يخدم السيستم تاعو، عنده كيفاش يخدم. تعدي يخرج يقول لك او منو يا ودي مكلم انا مليا، عنده السيستم تاعو كيفاش يخدم، كيفاش يلعب، كيفاش كاش ما تدخل له في خدمته ولا هو راه متهم مع النادي مع المدرب تاعو، متهم ما كاش اللي دخل روحه فيه. هذه هي. يعني واكتفى محرز صاحب 32 عام بالمشاركة بديل لمدة 18 دقيقة فقط، خاطش 32 قبلها الشهر اللي فات محرز، يعني عنده 32 عام، يعني استغلوه مليح، تفرجوه، ما تشوفوش غوارديولا لا يضحك ولا ما يضحكش، استغلوا محرز. حنا في وقت مضى كان بلومي، هذي 89 90 كنا نروحو نتفرجو لامسيو، كان العزيزي كان غير صغير، هذا العزيزي تاع لامسيا بالك يقولكم عليها، كان غير صغير، توش بيدير لامسيو بيدير توش، عطاها البلومي. عبك بلي مستعقل عليها هذيك، على بالك بلي بلومي تريبلا الشعب، تريبلا مزيان وراح يجري، مزيان راح يجري راح فاتك قطع موراه قطع يجري، خصم له البوله جايه عنده. العزيزي الحق مزيان يجري والبوله عند بلومي، كي شحها في التوش
كي نشعها حطها بين كل ايه وغي زغل خدم غير الكور تاعو برك هي هذه هذه تاع النص نص النص تاع الجسم تاعو خدم برك هذا مكان على هذيك نقول لكم محرز عنده 32 عام استغلوا محرز استغلوا محرز ما تعسوش غوارديولا ضحك غوارديولا ما ضحكش غوارديولا ما قول ما تعسوش هذه ما تخش تعسوه هذه باش نقولها لكم هذا الشباب لا طالع في فيتو تقول تعقلوا على محرز مليح وين اكتفى محرز صاحب 32 عام بالمشاركة بديل لمدة 18 دقيقة فقط في آخر مواجهات في الدور الإنجليزي الممتاز وكان ذلك أمام بورتموند في المرحلة 25 في الجولة 25 في حين بقي حابس دكة البدلاء خلال مواجهة نوتنغهام يعني ونيوكاسل حيث خسر محرز ما كان لصالح الدوري الإنجليزي فوندل العائد بقوة في الفترة الماضية برأي المتتبعين ورغم أن فوندل اشتكى من الإصابة بعد مواجهة نيوكاسل الأسبوع الماضي إلا أن مشاركته بشكل طبيعي في تدريبات مانشستر سيتي الأخيرة حسب وسائل الإعلام المحلية تؤهله ليكون مرة أخرى ضمن خيارات غوارديولا أمام كريستال بالاس وعانى قائد المنتخب الوطني الجزائري هذا الموسم من عدم المشاركة بانتظام في مباريات مانشستر سيتي بالدور الإنجليزي حيث اكتفى بالمشاركة أساسي في 12 مباراة من أصل 26 مواجهة ودخل بديل في 7 مناسبات في حين بقي على دكة البدلاء في 7 مواجهات أخرى ورغم ذلك ونجح محرز في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 أخرى في 19 مباراة خاضها في البريمير ليج يعني يمكن تكون التشكيلة الأساسية المتوقعة لمانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس صحاب الحراسة ديرسون خط الدفاع رايكو مانويل وروبن دياز وناتال خط الوسط روديو برناردو وديبريل خط الهجوم فوندين أولوند وجاك يعني يمكن هادو خاطر على هو على حسب ما نعرف يكون يخليه غادي يخليه في الاخرى في دكه الاحتياط يخليه للتشامبيونز ليغ والناس يقول لك باللي ودي محرز ومنا وما عنده ما غادي ما يكونش غادي محرز راه محقور ما راه محقور ما والو راه عايش نورمال لابيل بي تاعو من لابيل بي مع 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 المدرب تاعو يعني ما عنده حتى مشكل مشكل غير نتوما خالقينه مشكل نتوما خالقينه برك هذا مكان هذا ما عندكم مشكل نتوما خالقينه هاي نقول لكم بلي ودي محرز غوارديولا عنده معاه بروجي هذا البروجي اللي عنده هو يعني تاع الكوب دافريك تشامبيونز ليغ بقى محرز مع غوارديولا تشامبيونز ليغ انا راني نقول لكم فيها تعقلنا لي خو هدر وكذبتوني وقلتوا لي لا محرز راه رايح لبرشلونه احمد تشيريكيت وهدرت عمو سيامو قالها هذه قلت لكم خو هذا قال لك لا ماشي خو معليش تكذبونا والهضره اللي هدرها خوه كاع خرجت صح راني نقول لكم ونعاود لكم ما دام غوارديولا في السيتي محرز ما يوخرش من السيتي ما يوخرش من السيتي ما يوخرش نتوما تبالكم بالك يوخر بصح هو ما غاديش يوخر من السيتي هذه باش يكون على بالكم عليك المهم حنايا ما تهمناش هذا ما يهمناش حنايا نحوسوا كيما يقول لك على محرز يلعب يعني ماذا بينا محرز يقعد يلعب هو صعيب نحوس يعني نحوسوا على محرز يلعب وصعيب يلعب محرز الدنيا وما فيها هذه المهم غدوة إن شاء الله على 6:30 أنا راني مانيش داير بلي محرز غادي يلعب يدخل دونتري يمكن يدخله يعني في الفاميني التالية في 70 دقيقة يدخله يمكن صعب باش يديره يلعب هاكا ما لا غادي خاطش هو يحتاجها خاطش مباراة تاع لي زالمو صعاب ماشي ساهلين لي زالمو صعاب ماشي ساهلين ما غاديش ما كملوا مع اللي كملوا ماتشين بيناتهم يعني ماشي سهله المباراه ما غاديش تكون سهله المباراه غادي يكون
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وان شاء الله ربي دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.